الجزائر الناس بعض الناس في الخارج ما يتمنوا فشل الجزائر. السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا في قناة إجراك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. كالعادة متابعينا هناك كثير من الأخبار المهمة والتفاصيل القيمة التي يجب عليكم الاطلاع عليها. كما ترون في الخبر الأول، بوتين يعلن أن 30 دولة مستعدة، هل تنضم الجزائر إلى البريكس؟ هذا السؤال الذي أرق الكثير من المتابعين ويريدون معرفة هل ستكون الجزائر العضو القادم في منظمة البريكس، خصوصا أن الأرجنتين أعلنت رسميا عدم انضمامها إلى مجموعة البريكس، وبعد أن تخلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن فكرة الانضمام إلى مجموعة البريكس العام الماضي. اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه رسالة إلى الجزائر بإعادة طرح ملفها باعتبارها دولة صديقة. وبعد شوية خوتي راح نعطيكم تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأيضا معلومات جديدة ستسمعونها لأول مرة. أيضا متابعين، سنة 2024 سيكون عاما مليئا بالإنجازات، هذا ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون في فيديو بمناسبة سنة 2024. وبعد شوية خوتي راح نعطيكم تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذا الخبر. أيضا متابعين، هناك اهتمام كبير بالجانب الجزائري بالطائرات الإطفاء الصينية. كما ترون، عرضت الصين أول طائراتها للإطفاء وسط حظوظ الجزائر للدخول في مشروعها. لأول مرة حلقت 4 طائرات AG-600M معا في رحلة تجريبية مداها 4500 كيلومترا وتحمل 12 طنا من الماء. عين الرئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة الطائرة مطولا لأنها تمثل ما تريده بلاده بالضبط. لدي سؤال لكم متابعينا، في رأيكم هل هذه الطائرات أفضل من طائرات الكنادير لإطفاء الحرائق أم لا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات حول هذا الخبر المهم. أيضا متابعينا، هناك رسالة من أنسة البومدين زوجة الرئيس السابق هواري بومدين لمواصلة المساهمة في تنمية الجزائر، وتسأل 3 مرات اختموا 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 3 مرات لأن الجزائر في أيدي أمينة. ونذكركم أن أنسة بومدين كان ضد الحكومة السابقة والرئيس السابق بوتفليقة. وبعد شوية خلتي راح نوريكم الفيديو عن ماذا قالته زوجة الرئيس السابق هواري بومدين رحمة الله عليه. أيضا متابعينا، وفي الأخبار، الشعب المالي يجهض مخططات تأزيم الخلاف مع الجزائر. يعني الآن متابعينا كما ترون الشعب المالي يقف ضد كل من يريد تخريب العلاقات بين الجزائري ومالي. فكما تحدثتكم في الأيام السابقة أن هناك كان هناك مخططات خبيثة من دول أجنبية مثل الإمارات والمغرب وأيضا بشكل بسيط فرنسا، ولكن كل هذه المخططات فشلت لأن الشعب المالي يكن للشعب الجزائري كامل المحبة والأخوة. وبعد شوية خلتي راح نعطيكم تفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر المهم. ولكن متابعينا، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم، من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. كما ترون متابعينا، هناك خبر في غاية الأهمية، أكثر من 350 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بطريقة سرية، يتحدرون من المنطقة الشرقية التي تعاني من أثار غلق الحدود بين البلدين. وهذه المعلومة متابعينا في الحقيقة لأول مرة أسمعها، أن هناك هذا العدد الضخم جدا من المغربيين مقيمون في الجزائر، وهذا ردا على احتفاء الذباب المخزني بقتل المغرب المدنيين موريطانيين عزل بطائرة مسيرة. أنه كما على بالكم البارح متابعينا، الجيش المغربي قتل موريطانيين عزل بطريقة مسيرة بطريقة بشعة جدا، وهناك فيديوهات رايما تشرها على تويتر، ولكن للأسف مش راح نعرضها لكم متابعينا لأنه كما على بالكم القيود على قناة اليوتيوب. وبمنطقية المراركة، كل هؤلاء الذين يعيشون في الجزائر وموريتانيا ودول غرب إفريقيا بطريقة غير قانونية يستحقون الطرد أو القتل. ولكن الجزائر دائما دولة مسالمة، ورغم الخلافات إلى أنها دائما لديها الإنسانية قبل كل شيء كما ترون في هذا الخبر. أيضا متابعين، قررت إيران إلغاء الدولار. ستعمل إيران على إلغاء التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية بالدولار ضمن إطار البريكس. وكما قال نائب وزير الخارجية الإيراني
علي باقري كياني في مقابلة، فإن هذه إحدى أهم المهام بالنسبة لطهران باعتبارها مشاركا جديدا في رابطة الدول النامية. وبالحديث عن البريكس متابعينا، هل الجزائر ستنضم إلى منظمة البريكس؟ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التكتل الاقتصادي العالمي يجذب مزيدا من الدول إليه، مؤكدا أنه سيتخذ بعين الاعتبار الدول التي ترغب في الانضمام إليه. فهل تنضم الجزائر إلى البريكس؟ كشف بوتين في كلمة له بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجموعة البريكس أن هناك نحو 30 دولة مستعدة للانضمام إلى المجموعة، وروسيا ستضيف هذا إلى جدول أعمالها. وقال الرئيس الروسي في هذا الإطار أن مجموعة البريكس تجتذب عددا متزايدا من الدول المؤيدة وذات التفكير المتماثل، والتي تشارك في مبدأ الأساسية التي ترتكز عليها الأنشطة، وهي المساواة في السيادة واحترام اختيار مسار التنمية الخاصي بكل دولة. ويضاف إلى هذا المبادئ المراعاة المتبادلة للمصالح والانفتاحي والتوافقي والتطلع إلى إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر. وكان بوتين قد صرح في وقت سابق بأن الجزائر هي دولة صديقة لروسيا، وعندما ما إلى مجموعة البريكس سيكون مفيدا، علما أن موسكو كانت قد دعمت رغبة الجزائر للانضمام إلى المجموعة. من جهتها كانت قد علقت السلطات العليا في البلاد على رفض أن تنضم الجزائر إلى البريكس، قائلة أنها اتخذت علما بقرار قمة البريكس قبول عضوية 6 دول جديدة في المجموعة ليست من ضمنها، مؤكدة أن إمكانيتها ومكانتها وموقعها الجغرافي تخلق فرصا للتعاون والشراكة. وكان تبون قد أكد أن الجزائر تقدمت بترشيحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكة القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى. أيضا متابعين بخصوص المالي، وأدى الشعب المالي مخطط تأزيم الخلاف بين الجزائري وباماكو عبر الدعوات لمظاهرات شعبية ضد الجزائر. تتضاءل مؤشرات تصعيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين أو امتدادها لدول الساحل، ولكن كل الاحتمالات تبقى مطروحة في ظل تدخل قوى إقليمية وظيفية تسعى لخلق توترات جديدة تستهدف مقدرات الجزائر وتقلص دورها في إدارة وسطاء الحفاظ على السلم في محيطها الملتهب. منذ بداية الأزمة الدبلوماسية التي شابت العلاقة بين الجزائر ومالي مؤخرا، عملت أطراف مأجورة موالية لدول إقليمية وظيفية على تأجيج الوضع أكثر، حيث شنت حملة تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات أغلبها وهمية، ناشدت خلالها الشعب المالي الخروج في مظاهرات ضد الجزائر. وعلى عكس آمال الأطراف المحرضة، لم تلبي الجماهير الشعبية في مالي دعوات التظاهر، كما لم تنخرط السلطات الانتقالية من جهتها في حملة التحريض، فيما يبدو أنه إدراك منها بأهمية عدم انفلات الوضع مع الجزائر رغم وصول العلاقات الثنائية في الأسابيع الماضية إلى وضع غير مسبوق. المتابعين يدعون نشاهد ما قالته رسالة من أنسة بومدين زوجة الرئيس السابق هواري بومدين في رسالة إلى الجزائريين. تألمنا كثيرا في الماضي القريب، ولكن الآن عندنا أمل كبير في مستقبل الجزائر، وهنا لما نشوف كل الشبان والأساتذة وكل شيء، هذا يحقق أمنية المرحوم. وطبعا يجب عليكم، لأن هذا المعركة الثانية لتنمية البلاد، وأقول لكم بالعربية الدرجة، خدموا خدموا خدموا، وسأكون الجزائر الناس، بعض الناس في الخارج ما يتمنوا فشل الجزائر، ولكن الآن راني مقتنعة بأن الماضي المؤلم راح، وعليكم وعلينا أن نؤمن بمستقبل بلادنا، وهذا المستقبل في أيديكم.